خلونا نروح لخبر آخر. ناس بتوع البيئة والسياح في البحر الأحمر بيعيشوا حاليا حالة من السعادة. ليه؟ لأنه ظهر القرش الحوتي أو القرش بهلول اللي اتكلمنا عنه مرة قبل كده، وظهر في إحدى مناطق الغوص شمال الغردقة على عمق 20 متر. التقط طبعا السياح والغواصين صور وفيديوهات للقرش بهلول، ودي من المرات النادرة ظهوره فيها. وده طبعا بعد ما اتكلمنا قبل كده عن وقعة صيده أو صيد سمكة القرش بهلول المهددة بالانقراض في السويس، وسمعنا عن بيعها في سوق العبور. وكان دكتور محمود حنفي أستاذ علوم البحار أكد إن ظهور القرش الحوتي ده بيدل على تعافي البيئة البحرية، وإن ظهوره بيعتبر حدث بيئي نادر وفريد. وأكد حنفي كمان إن عدم إيذائه أو مطاردته هيشجعه على البقاء في البحر الأحمر. فإيه المطلوب مننا هنا؟ المطلوب إن إحنا ما نأذيهوش، ما نحاولش نصطاده، ما نخوفش الحيوانات دي، يعني نسيب الحيوانات المهددة بالانقراض تعيش في سلام وأمان.